والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.